عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ازيك يا سيدي. الزبون اللي بيجي لك ده انت عامل زي الدكتور، الزبون بيجيب لك الساعة ما يعرفش فيها ايه. بدأت السنة وانا عندي 17 سنة بالظبط، لان انا كنت في معهد بعد ما خلصت الاعدادية على طول. السنة ما فيش واحد بيجي يقول لك تعمل كذا وتعمل كذا، هي بالممارسة. يعني كنت يعني بشغلك فيها بالممارسة، مرة بتصلح ومرة بتبوظ، وطالما فشلت في اول مرة وكان عندك الثقة في نفسك ان شاء الله تاني مرة هتنجح. المهم ان انت ما تغلطش نفس الغلطة الاولى ان شاء الله. بدأت انا اتعلمتها مني لنفسي مع الممارسة اتعلمتها. بعد كده ظهرت الساعات الاوتوماتيك، بعد كده بدأت الساعات دلوقتي اللي هي اصبحت الساعات اللي هي الكهرباء اللي هي 1.5 فولت، اصبحت اسهل من الاول. طب هل انت واحد ممكن يسألك يقول لك هل الصنعة دي بتدر عليك ربح؟ او بتدر عليا ربح ان شاء الله. وانا بدأت من الصفر، ما كانش المحل زي كده بصراحة. يعني أصعب حاجة في المهنة كانت البالانس، اللي هو البندور، اللي هو زي اللي فيه مجال مغناطيسي، اللي هو بيتلم ويتفرد، اللي هو منه تقديم الساعة وتأخير الساعة، اللي هو ده أساس الساعة، اللي هو لو هو وطل تحت الساعة هتأخر طيتين على بعض الساعة هتقدم. هو ده كان أصعب حاجة في الساعة، اللي هو زي ما بيقولوا البالانس أو الرقاص. اللي حبيبه في المهنة أنها صبر، مهنة ذكاء مش عضلات. ولذلك انت لما بتروح بتروح تعبان، مش تعبان من الشغل اليدوي، تعبان من ذهنك من الفكر. وخلتني بقى سريع البديهة، علمتني الصبر صراحة، علمتك الزبون قبل ما يخش يتكلم يبقى انت عارف هو عايز ايه، علمتني حسن التعامل مع الناس. لان انت كل ما علمتني ان انا بقى بشوش في وش الزبون، لان رزق على الله ثم عليه. علمتني ان انا ما اكشرش في وش الزبون، علشان كده حبيت. علمتني ان انا بكون حسن الخلق، خلقي تبقى كويس. ابني صراحة لما جاب في الثانوية العامة مجموع كويس، هو كان بدأ يشتغل في المهنة وبدأت اعلمه صراحة، لان عمري ما ابخل عليه. اما جه جاب مجموع كويس يأهله ان هو يخش كلية الطب، قلت له انت شق طريقك وانا شق طريقي. الشوية اللي هو قعدهم اتعلم مني ان انا ازاي اعامل الناس كويس، اتعلم مني حب الخير للناس، لان انت اما هتحب الخير للناس الخير هيجيلك. بالظبط كده، اللي انت طالما بتحب حد هيجيلك لغاية عندك. اولا هو فخور بيا، يكفي ان هو ما بيقابل اي حد بيقول له انا ابن الحاج حسن الساعاتي بيشيله على دماغه. بيمشي في اي حته يعني بيقول له بابا حسن الساعاتي، كل واحد يقول وريني بابا ايه. طبعا اتعلم مني، يعني يكفي ان هو كان يسمع صوتي في اي مسجد، يقف قدام باب المسجد لغايه ما اخلص كلامه ويشوف الناس وهي بتستقبلني كويس ازاي. طبعا من سيرتي عمر ما سمع حد ان انا غلطت في حد، ولا عمري اغلط في حد. انا ربنا كرمني بيه بعد 16 سنه جواز. انا ربيت ولادي اخواتي، بس انا اعتبرت ولادي اخواتي هم ولادي، فعشان كده ما حسيتش ان انا ما فقدان الابوه. انا بكلم الشباب بتاع اليومين دول، اسعى والله، البلد مليانه شغل، المناطق الجديده، العاصمه الاداريه، التجمعات، توشكا، راس الحكمه، كل ده فيه شغل. اسعى اسعى وادري الشغل مش هيجي لك لغايه عندك، انت لازم تنخرب. مع انا اسف يعني الفرخه بيبقى قدامها الاكل وبتنكش. انا لازم اتعلم من الطير ده. اللبانه دي اللي خلاني متعلق بيها صراحه، لان انا بدات من الصفر. الحاجه الثانيه علشان تكون في الصوره، المهنه دي علمتني الامانه، الامانه في الكلمه، الامانه في التعامل. لان الزبون اللي بيجي لك ده انت عامل زي الدكتور، الزبون بيجيب لك الساعه ما يعرفش فيها ايه، فانت بتقول اللي فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، زي الدكتور بالظبط. العده اللي انا بشتغل بيها اللي هو الشيفت، الفك، نظاره بس، والفرشه طبعا اهو. رغم ان انا سن كبير، وخلي بالك ان الشغل مش عيب، ونفسي ان انا اموت وانا قاعد شغال على التسجيل صراحه، يعني ما مديش ايدي لحد.